موسم جيد في إنتاج الحبوب المروية سجلته ولاية جفصة هذه السنة بإصابة في حدود 56,000 قنطار من القمح الصلب بمعتمديات جفصة الشمالية وسيدي عيش. يسعى ديوان الحبوب بجفصة إلى تخزينها كبذور محلية للموسم القادم، حيث اطلع عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية خلال زيارة ميدانية على ظروف خزنها وإمكانيات ديوان الحبوب بجفصة لاستيعاب كميات الإنتاج. اللي فات 2022 جمعنا 36,000، السنه 56,000. ان شاء الله الفلاحه متشجعه، السوم يعتبر مشجع، الفلاحه تبدل الطماطم والبطاطا والكذا، استنزاف نتاع ماء وطاقه. الانتاج كان في حدود 5.5 مليون قنطار، مليون قنطار، جمعنا منهم 2.9 ل 3 مليون. والحاجه المهمه اللي ركزنا عليها هو في هذا الموسم هو كيفاش نحافظوا على البذور نتاعنا بالنسبه للموسم هذايا والموسم المقبل. الانقطاعات المتكرره للماء الصالح للشرب وتعرض قرابه 1700 هكتار من اشجار الزيتون بمنطقة لالا للجفاف والتيبس بسبب تعطل قرابة 10 آبار المعدة للري، إشكاليات أثارها عدد من الفلاحين على مسامع وزير الفلاحة والموارد المائية قد تحل قريبا بعد استكمال إنجاز مشروع تحسين نوعية المياه بجفصة الشرقية والغربية. ثون لالا يموت الكعب نتاعو، نستنوا تخسر 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 ويطيحوا في الجمعيه ولا الفلاحه ولا ما نعرفش الفلاحه لا بار يضيعون الماء. المشكله الماء، زيتون في الصيف بيوت ما شربش يطيح. بير الحميله اللي يجي 4 سنين يخدم لكش نهارين ثلاثه يزيد يطيح. بان طلبنا بتعويضه في منطقه اخرى ما تعوضش. تقدم الاشغال في حدود 30%، تم انجاز الابار هما 6 ابار تم إنجازهم، وحاليا في مرحلة وضع القنوات وكذلك نشر عروض محطة التحلية. المشروع هذا معناها متقدم وباش يمكننا من تحسين نوعية المياه في الحوض المنجمي، وهو مشروع هام ويمكن كذلك من تعزيز الموارد المائية للحوض المنجمي. وقد بلغت نسبة الرابط العشوائي بجهة جفصة قرابة 40% وفق ما أكده رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجفصة خاصة بمدن الحوض المنجمي، مما أدى إلى استنزاف الموارد المائية وتسجيل اضطرابات متكررة في التزود بالماء الصالح للشرب خاصة في المناطق المرتفعة.